كلها حرم، مكة كلها حرم، إليها تقبل الأمم، ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم، مكة كلها حرم. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة متجهين إلى الحرم. لا تنسون في هذا اليوم وفي كل يوم أكثروا فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الحرم، ونجي دايم على مويتنا هذه حارة شوي، باردة ما شاء الله. طيب نخرج الآن من أحد الأزقة على شارع بير بليلة، وما شاء الله نشوف في شارع بير بليلة كثافة عددية خارجين من الفنادق. شوفوا لهم خارجين من الفنادق ومتوجهين معنا إلى الحرم. ما شاء الله، شوفوا شارع بير بليلة، هذا شارع بير بليلة بأعداد كبيرة، وخارجين معنا الآن إلى الحرم. ما شاء الله، مع عدد من ضيوف الرحمن نخرج الآن على شارع أجياد من شارع بير بليلة. ما شاء الله بكثافة عالية، باقي نصف ساعة على أذان وإقامة صلاة الجمعة. أمام فندق تلة أجياد ومرقد أجياد نخرج الآن على فندق الشهداء. مكان جميل أمام فندق الشهداء، محلات تجارية تحصل فيها كل احتياجاتك، تمور على شنط، على سجاجيد، ملابس، كماليات. وشوفوا بدأنا نشوف صفوف المصلين أمام فندق الشهداء. وممكن نرجع ناخذ نصلي معاهم. خلاص تقريبا اقفل الحرم الآن، أو اقفلت ساحات الحرم. خلاص باقي ثلث ساعة ونصف ساعة، وأكيد الآن الساحات مزحومة. شوفوا ما شاء الله بأعداد كبيرة في أجياد المصافي، ومواقف ريع بخش، ومن تحت السدرة كالعادة بصور جميلة لضيوف الرحمن. ما شاء الله تبارك الله. مدخل أجياد المصافي بالكثافة العددية للمعتمرين والمصلين باتجاه الحرم. ما شاء الله، هذه أحد الأماكن المزدحمة بضيوف الرحمن، وأن داخل على ساحات الحرم. في هذا المكان أماكن لتوزيع الماء بعد خروجهم من مواقف ريع بخش. شوفوا ما شاء الله، هذه أماكن توزيع الماء. على ضيوف الرحمن
ما شاء الله جينا في الوقت المناسب وقدرنا ندخل على الساحات. شوفوا صفوف المصليات في هذا المكان والحقائب تقريبا بعد الصلاة راح يغادرون. ما شاء الله صفوف المصلين على اليمين وعلى اليسار على قارعة الطريق زي ما نقول لكم في العادة. خلاص الآن داخلين على الساحة. أبراج الصفوة ولا زلنا نشوف المصليات حتى ساحات الحرم. شوفوا ما شاء الله الكثافة العالية أمام الساحات أمام المدخل. تقريبا حركة سلسة في الساحات. الحمد لله قدرنا ندخل على الساحات. حركة سلسة. يا حج طاري زي ما نشوف الحركة سلسة للدخول إلى الساحات. تقريبا باقي ثلث ساعة على إقامة وأذان صلاة الجمعة. دخلنا الآن على مصليات أبراج الوقت وبعد الصلاة إن شاء الله نلتقي في أحد المطاعم إن شاء الله مطعم البيك بإذن الله. وأخيرا البيك فتح ما شاء الله وهذه أول تجربة وأنا أول واحد ولا ثاني واحد يستلم الطلب. طيب بعد ما تطلب من الكاونتر من هناك تأخذ الفاتورة وتجي تستلم طلبك من هذا المكان. بعد ما تأخذ طلبك تجي على هذه الطاولات وتستمتع بالوجبة الجميلة من البيت. وأخيرا أخذنا طلبنا وجالسين على هذه الإطلالة الجميلة ونشوف هيك. ما شاء الله تبارك. طيب أنا طلبت البيك الحراق الجمبري. ما شاء الله شوفوا كيف حار ما شاء الله. لكن خلونا نشوف شوف الصوص هنا حراق. اوه بس هذه اللي تطشها حطها هنا وتاخذ الصوص تاخذ الصوص تقمص كذا. تاخذ البطاطس ترجع تاخذ الجمبري. طبعا الخبز ما احبه. احب اكلها زي كذا. ما ادري ايش هذه. شفتوا؟ ناخذ الصوص. هذه بس تيجي تفكها زي كذا. هذه ما ترمي بها ترجع تاخذها. الله شكرا يا البيك اخيرا فتح. فكيتنا من السمبوسة. الله 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 شوف هذه ما هذا الجمال يا البيك. خيرا سمع كلامي وحلف قال والله ما تاكل سمبوسة هذا الأسبوع تاكل من البيت. لا وفى بنظرة ما شاء الله. طعم الحراق فيها يا سلام. تخيل تاكل البيك وعلى هذه الإطلالة الجميلة. شوفوا ما شاء الله اسمع القرمشة بس.
تعيش الجو. وبعد ما خرجنا من عند البيت نجي على مكان البتسة، مكان بيع البتسة. في ناس طلبون يغطي لهم هذه الأماكن. الله، هذه بالدجاج والفطر، هذه بالجبن، وأنواع مختلفة ما شاء الله. وشوفوا طريقة عجنهم وتجهيزهم. أيوة أيوة ما شاء الله تبارك. بيتزا بالدجاج وصوص البافلو ما شاء الله. وبعد ما انتهينا من صلاة الجمعة وكذلك أكلنا وجبة البيك، خارجين الآن على الساحات الجنوبية. ما شاء الله اليوم صار عندنا تقريبا 4 فروع داخل منطقة الحرم. عندنا فرع في جبل عمر، عندنا فرع في طريق المسيال، عندنا فرع في أبراج الوقف، ما أدري في فرع ثاني ولا لا، أيوة، وفي فرع رابع في الغزة، منطقة الغزة. يعني عندنا 4 فروع في منطقة الحرم. ما شاء الله نشوف أكياس البيك في كل مكان الآن بعد ما افتتحوا الفرع الجديد في أبراج الوقف. وشوفوا اللي في الأعلى كل لها مطاعم، هذه الدورين اللي فوق كل لها مطاعم. ونازلين على الساحات الخارجية. ما شاء الله شوفوا دخول المصلين من ساحات الحرم إلى الأبراج في أعداد كبيرة ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله خارجين على الساحات الجنوبية ونشوف تكونات السحب. ما شاء الله بداية خير إن شاء الله هذا المساء أو اليومين القادمة بإذن الله. ما شاء الله شوفوا سحابة على منطقة الحرم وأجواء جميلة مع ضيوف الرحمن، وهم مستمتعين ومبتسمين بهذه الأجواء الجميلة. زي ما قلت لكم البيك راح تشوفونه الآن بعد افتتاح الفرع الجديد في أبراج الوقف. ما شاء الله وشوف السحابة تعانق ساعة مكة. نخرج على الساحات، الساحات الجنوبية. خلاص شوفوا ما شاء الله الأعداد الكبيرة في الساحات. ما شاء الله بأعداد كبيرة. ما شاء الله شوفوا مع الكثافة العالية إلا أن الحركة سلسة، ماشيين بأريحية الحمد لله. خلاص اقتربنا من طريق أجياد كدي. ما شاء الله شوفوا خروج المصلين من الدور الأول بأعداد كبيرة ما شاء الله تبارك الله. والله زحمة ما شاء الله. هذا مطاف الدور الأول ونشوفهم خارجين على طريق أجياد. وشوفوا زحمتهم في الساحات من أمام باب الملك عبد العزيز.
طيب ما شاء الله من أبراج الصفوة خارجين على طريق أجياد، في زحمة لكن ما شاء الله الحركة سلسة. خلاص مغادرين. محلات الذهب، الصيدليات، الكماليات، الملابس، لكن لما أشوف هذه الصورة أحزن. وكبار السن يزينون هذه الطرقات، لا يشوف تحزن لما تشوف هذه الصور. نستودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه، إن شاء الله نلقاهم في موسم قادم أو في عمرة قادمة بإذن الله. شوف لما تشوف الجزائر تنبسط، ما شاء الله أهلا بالجزائر، أهلا بالعالم، هي قلب العالم. وعندما يلتقي الأحبة، شوفوا جبل أجياد المصافي، الصور الجميلة ما شاء الله. طيب ما شاء الله، شوفوا الشباب هذولا يوزعون الأحذية على اللي يشوفونه خارج الحجم بدون حذيان، على اللي يشوفونه يخرج من الحرم بدون حذيان ويوزعونها عليهم. الله يعطيكم العافية. شكرا لك. طبعا ما شاء الله شوفوا الأجواء كيف، إن شاء الله موعودين خلال الساعات القادمة إن شاء الله بأمطار خير وبركة على منطقة الحرم. وزي ما نشوف السحاب يعانق ساعة مكة. طيب هذه منطقة توزيع الماء، ماء السبيل على ضيوف الرحمن. طيب ما شاء الله هذه أحد المحطات اللي يوزعون فيها ماء السبيل على ضيوف الرحمة. شوفوا لها بسرعة. ما شاء الله شوفوا طريق أجياد المصافي مزحوم كالعادة، وهذه محطة ريع بخش للحافلات اللي تنقلك على أجياد كدي وشارع إبراهيم الخليل. أهلا بالجزائر. خلاص محرمين توهم وصلوا من أمام إلاف المشاعر، دخول ضيوف الرحمن على أجياد المصافي. أسمع الصوت الجميل. أهلا 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 بالصوت الجميل. أسمع أسمع بس. هذا مدخل ريع بخش، والزحمة على كامل هذا المسار حتى مسجد النافع أو الأبراج في أجياد كدي. أسمع الحياة. أسمع الحياة. ما شاء الله شوفوا من أمام فندق الشهداء الكثافة العالية. طيب خلونا نخرج معاهم.
عنا في زحمة هنا وكثافة عالية، لكن نستمتع بهذه الصور. شوف، أول شفنا صفوف المصلين في هذا المكان، مكان جميل. خيال فندق مرقد أجياد. هذه الحياة. شوفوا، وصلنا الآن إلى مدخل شارع بئر بليلة، ونشوف ما شاء الله كثافة. شفتم شارع بئر بليلة بالكثافة العالية ما شاء الله. خلاص مغادرين مغادرين. طيب، إلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم. أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطيات أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.